خلاص. فالعيان كان متعايش بقاله فتره مع المشكله، ولكن مع الوقت انت دخلته عمليات موته في العمليات. غلط، مفيش حاجه اسمها كده. العيان كان كويس وكرونيك وماشي بيعاني، بس في الاخر يموت على ايديك، يبقى انت جراح متخلف. يبقى العيان لازم يتحضر كويس جدا عشان ما يحصلش اسبريشن، عشان ما يحصلش مشاكل مع الاندكشن اوف انستيزيا ومع الاوبرتيف البوست اوبرتيف اي سي يو. اتحسن الدنيا، اتحضرت كويس، تدخله عمليات. ادخله عمليات، اهبب له ايه؟ اعمل له ايه؟ لا ده سهله جدا. ده عيان اصلا كان ألسر من الاول والدنيا اتخنقت في مخرج الايه؟ الاستومك. دي سهله جدا. انا يا سيدي الاستومك عندي اهي، وادي الجاستريك اوتليت اهو، ودي اهو. كلكم معايا كده خلاص يا جماعه ولا ايه؟ ولا في ناس لسه ما دخلتش؟ منكم لله. الناس بتخش ببطء جدا. انا خلاص بخلص. ماشي. بصوا يا اولاد، انا عندي الاستومك اهي، كلام جميل. عندي ألسر بقى سيكاترايزد وقفل مخرج الاستومك، والألسر كان اصلا هايبر اسيديتي، لان في الاغلب في الديودنال بيبقى هايبر اسيديتي. طب الحل ايه؟ الحل عالج الألسر وعالج الاوبستراكشن. اعالج الألسر بان انا اعمل ايه؟ ترانكالفاجوتومي. طيب بعد ما عملت ترانكالفاجوتومي، التي في بقى سهله كده خلاص. ليه بقى تي في؟ ليه ما عملش انا اسف يعني، ما ينفعش اسال السؤال ده، بس هقوله انا عشان كاني ايه. ليه ما عملش سيرومايوتومي او هايلي سيلكتيف قدام وورا ترانكال؟ مين يقول؟ شوف كده بس بسرعه، الله يخليك عشان الميعاد بتاعي. عشان هو كبير فعايزين نعمل حاجه. لا يا يارا، لا البايلورس كده كده مقفوله. برافو. انا البايلورس كده كده مقفول، هعمل له بايلوروبلاستي ايه؟ ما يعني معلش انا خايف على اللاترجي ليه؟ عشان البايلورس ايه؟ يريح، ما يبقاش مقفول. ما هو مقفول اصلا، ده مقفول ايرريفرسبلي. هو انت يا ارى لما كنت بتعملي انتيريور هاي سيلكتيف وبوستيريور ترانكل، انت عايزه تحافظي على اللاترجي الامامي ليه؟ عشان البايلورس ما يقفلش، ما يفضلش السبازم ومش عارف يريح، لان وظيفه اللاترجي ايه يا ارى؟ خلاص الموضوع منتهي. هيبقى انا مش محتاج خالص ان انا احافظ على الترجيع بتاعه. فهمتي ولا لا؟ فاهم. معايا ولا لا؟ ايوه. بما انك معايا يا يارا، انا هعمل ترانكل فاجوتومي قدام وورا، ماشي كده؟ ركزي معايا عشان السؤال ده ليكي بقى. اعمل بعد ترانكل فاجوتومي درينج بروسيجر ولا لا؟ ايوه. ايه بقى؟ جاستروجينوستومي. صح، برافو. ليه بقى يا يارا؟ لاني ما عنديش اوبشن بايلورو بلاست، عشان ما عنديش بايلورو اصلا، الدنيا كلها فايبروزد، فما فيش بايلورس، فعلى طول هروح فاتح ايه؟ الجيجنم على الاستومك. جاستروجينوس. حلو كده؟ هفتح الجيجنم على ايه؟ على الاستومك. يبقى انا خلصته من الاسيديتي وعملت له ايه؟ وعملت له درينج وخلصت. خلاص. بقول لك بقى اذر اوبشنز، اعمل جاستروجينوستومي بس. طز يا عم في الاسيد مش عارف ايه. ماشي، لو العيان كبير قوي انت عايز تعمل له حاجه سريعه، خلاص مش لازم تطلع، لان تسليك الفيدس اصلا بياخد وقت كبير جدا. خلاص؟ طيب وخش جوه واعمل له دايليتيشن. كلام فاشل، اكتب عليه علاج فاشل. طب انا قرفان من الحته دي كلها، اعمل بارشل جاستريكتومي ووصل الاستومك لعمليه كبيره جدا على عيان ايه؟ على عيان كرونيك وعيان عنده باد جنرال كونديشن. فاكتب علاج فاشل الثانيه والثالثه، لكن الاولانيه هي دي العلاج بتاعنا. الجاستروجينوستومي اسف يعني الاندوسكوبي فاشل والبارشل جاستريكتومي فاشل. لكن ممكن اعمل جاستروجينوستومي الون او ترانكال فاجوتومي، ده الامثل. ترانكال فاجوتومي مش جاسترو جينوستومي. اندوسكوبي يبقى له دايليتيشن فاشل، وبشر كاستريكتومي عمليه كبيره على عيان ممكن يموت في ايدك. سهله؟ كده خلصنا خلاص البايلوريك ستينوزس. من الدروس الصعبه شويه في المذاكره، ولما اقول صعبه تهتم بكلامي كويس لانك هتفقدها، فتاخد اول سبوره انا قلتها وتطلع منها الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشنز والكومبليكيشنز، وانت هتلاقي دول اللي انت طلعتهم طلعوك على التريتمنت وطلعوك على المانجمنت وطلعوك
على الديفرنشال دايجنوستس. الديفرنشال دايجنوستس يعني دي بقى لوحده، والمانجمنت هيتبني على اساس ايه؟ التفريعات اللي طلعتها من الرسمه الاصليه. بكره ان شاء الله نخلص الاستومك، درس مهم جدا اسمه البارياتريك، مهم جدا جدا جدا، لان دلوقتي كل الناس بتعمل تكميم. فاكتب كده في الصفحه الفاضيه قدام الاستومك الترتيب بالاهميه، رقم واحد الكومبليكيتد ابيبتيك ألسر. اول حاجه كومبليكيتد ايه؟ ابيبتيك ألسر. اللي ما لحقنيش يذاكر المواضيع دي لكن ما يسيبهاش ويقول لك اصل هاخد الاستومك في الاخر لما اخلص الجي دي كله باخدها، غلط. خلص المهم الاول النظري مهم جدا. اثنين بعد الكومبليكيتد جاست ابيبتيك ألسر البريات. رقم ثلاثة الجاستريك كارسينوما. رقم أربعة بقى الانفانتايل وباقي الأزهر. يعني لو أنت من الناس العبيطة اللي مؤاخذة أنا آسف يعني ما ذاكرتش معاه بانتظام، ما تجيش بقى تعمل لي فيها بطل دلوقتي وتجيب لي ده الأول وتعوم بقى في الكلينيكال بيكتشر والباثولوجي والمش عارف إيه بتاع التريتمنت بتاع الأزهر وسايب لي الكومبليكيشنز. اسمع كلامي، خد ده الاول والبرياتريك والكارسينوما، وكذلك امتحان قبل الامتحان طول هتذاكر كده قبل الورقه الاولى الكومبليكيشن والبرياتريك والكارسينوما، وبعدين تاخد المهمه في الاسوفيجس والمهمه في الانتستين والمهمه في مش عارف ايه، ولو اتبقى وقت تبقى تقرا الايه الانفانتايل وتبقى تقرا باقي الالسر. غير ما تعملش كده يبقى ايه هتضيع نفسك خلاص. وكذلك في المراجعه، يعني انت مش بس في المراجعه اللي قبل الامتحان ب 20 يوم والمراجعه اللي قبل الامتحان بيومين تقرا دول وتسيب دول. والى لقاء اخر ان شاء الله، اشوفكم بكره الساعه 11 بإذن